المفرقعات لم تحظى برواج كبير بين أوساط الشباب هذه السنة، بعضما كان اعتمادهم طريقة خطيرة في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ما يسجل في كل مرة خسائر بشرية ومادية. سجلت المديرية العامة للحماية المدنية في هذا الموضوع تدخلات هنا وهناك عبر مختلف ولايات الوطن. هذه التدخلات ليست بالتدخلات العنيفة أو التدخلات المعقدة مقارنة مع السنوات الماضية في موضوع خطر المفرقعات والألعاب النارية، وذلك نظرا لما لمسناه من تقبل النصائح والتوجيهات من طرف المواطنين، خاصة بعد إبراز تلك الصور المعبرة التي في كل مرة كنا نسجل من خلالها السنوات الماضية العديد من الإصابات على مستوى أصابع اليد والوجه وكذلك حريق الشعر وعلى مستوى الحرائق البيوت والشقق. بالعودة إلى حصيلة تدخلات الحماية المدنية لهذه السنة، سجلت 10 حرائق على غرار حريقين ببوزرعة وحي لاكناب بشوفالي، دون تسجيل أي خسائر بشرية عبر الوطن بسبب هذه الألعاب النارية. قامت وحداتنا بعشر تدخلات على مستوى ولاية الجزائر العاصمة من أجل إخماد 10 حرائق مختلفة على مستوى عدة بلديات الجزائر العاصمة، وهذا بسبب الاستعمال غير عقلاني للمفرقعات والألعاب النارية ولا خسائر بشرية تلك. وهذا يخلينا نقول أنه الحمد لله أنه العملية التحسيسية والتوعية جابت ثمارها، نقول أننا لم نسجل عبر التراب الوطني أي تدخل في هذا الموضوع. حصيلة حوادث المولد النبوي الشريف عرفت انخفاضا كبيرا مقارنة بالسنوات الفارطة بعد تكثيف حملات التوعية التي قامت بها المصالح المعنية، بالإضافة إلى جهود مختلف مصالح الأمن في حجز الألعاب النارية، ما أثر إيجابا على سلامة الأفراد.